جهود كبيرة تبذلها دولة الإمارات لاحتواء الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، حيث برز دور الإمارات منذ بدايات الأزمة كأحد أكبر المساهمين في تخفيف وطأة الأحداث المأساوية التي تشهدها اليمن منذ عام 2014. مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي كانت حاضرة كعادتها في مثل هذه الظروف، وقدمت مساعدات إنسانية لمئات الآلاف من المدنيين في محافظات اليمن. وبالإضافة إلى توزيع المساعدات العينية، أنشأت الإمارات عدداً كبيراً من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية لصالح ضحايا الحرب. حين أطلقت الأمم المتحدة مناشدتها لإغاثة الشعب اليمني الذي يواجه خطر المجاعة، كانت الإمارات سباقة إلى تلبية تلك المناشدة، وقدمت في هذا الإطار تبرعات مادية وعينية سخية. وما تزال قوافل المساعدات الإماراتية تتدفق باتجاه مدن ومحافظات اليمن، وتتنوع هذه المساعدات كي تلبي حاجة أكبر شريحة ممكنة من الضحايا.